السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم غنحضروا واحد الأكلة اللي هي ديال الصدور ديال الدجاج. غنوريك عندكم يعني اللحم ديال صدر الدجاج، وبغا تشوفي كاينة طريقة اللي طيبي بيه. غنوريك اليوم واحد الطريقة اللي هي زوينة. أوكي، بعد ما غسلت هاد الصدور هادو دونك غادي نخليهم على جنب ونوريكم شنو هو اللي غنحتاج ليهم. غنحتاج لهذا الزعتر، غنحتاج للفلفل الاسود، وغنحتاج للبابريكا، وغنحتاج للزنجبيل والحبق او البيزل والملح من طبيعه الحال، وغنحتاج للحامض يعني الليمون، وغنحتاج للثومه وهذا البقدونس، وغنحتاج لهذه يعني غناخذ القشور ديالها، ناخذ غير الصفر ديالها. من بعد كناخذوا صدر هاد الدجاج يعني ما كان من هاد الجهه كنخليوه صافي، كنقلبوه من هنا وكنحاولوا نديروا ليه بحال هكا يعني باش تدخل مع ديك التتبيله. كنحاول نخليه من هنا كما قلتلكم على هاد الوجه، كنقلب هنايا وكنحاول ندير فيه شويه السكينه بحال هكا، شي سكينة غير ونص باش يدخل معاه داك ال داك التوابل اللي هي انا درتها هنايا. غنكمل هاد الكمية هادي، غندير هاكا كاملة بعد ما سالينا هاد الكمية هادي. دونك غادا هاد كاع هاد الشي اللي حطيت هنا هو اللي ذكرت معاكم قبيلة، ديك المكونات هي اللي ذكرت معاكم كاملة. غير شديت هاد الحامضه حتى هما كما تشوفوا، انا حكيت داك الصغير الصفار ديالهم حتى هو حكيت ودرته هنايا. دابا غادي نحطوا هاد الكميه هنايا. نحاولوا نقلبوا هاد نستعمل اليد باش يعني كلشي يوصلوا هاد التوابل مزيان. بعد ما خلطت هاد مزيان يعني قلبتو على الجهات بجوج باش ياخذ من ديك التوابل كله. دابا غادي نسدو وغادي نخليه واحد جوج سوايع، ولكن كل ما خليتيه اكثر بغيت تخليه اكثر من جوج سوايع يعني مزيان باش يشرب من ديك التتبيله مزيان، وعطي ريحته ما شاء الله عاطيه زوينه مع داك ريحه الليمون يعني الحامض، الريحه عاطيه كتشهي ديك الزفار ديال الدجاج ما بقاش كاع. اوكي، هاد الدجاج بعد ما خليناه يعني جوج سوايع، دابا غادي ناخذ واحد الطاسه غادي نكب فيها شويه ديال زيت الزيتون. يعني ما كترش بزاف بحال هكا، ونحاول ان شاء الله كيولى يعني تيشرب مزيان ديك التتبيله وريحته عاطيه غزاله. اوكي، بعد ما هاد عاد درتو هكا على هاد الطاسه غنبقى نحط هاد الشرائح. يعني غنستمر. اوكي، بعد ما قاديتهم هنا كاملين يعني غادا غنخليهم يطيبوا. اوكي، غنشوف هاد بعد ما قلبتو على هاد الجهه غنعاود نقلبو عاوتاني باش ياخد اللون على الجوايج بجوج. يعني حاولوا تغطيوه شويه باش ما يجيش ناشف، حيت الصدر تيجي ناشف يعني هنا. حاولوا تغطيوه غير في الاول، الاخر يعني عريوه خليوه يبقى يتحمر على شو كيجا ما شاء الله. راه باقي يعني كنقلبوا على الجهات بجوج باش ياخذ اللون على جوج جوايع. كيجي زوين صراحه. يعني قلبتو على هاد الجهه هادي يعني تحمر من الجهه هادي، يعني قلبتو على الجهه اخرى باش ياخذ اللون عاوتاني، او هذاك الحامض اللي كنديروا فيه داك الليمون يعني كيخليه يتعسل وكتعطي واحد المذاق ديالو زوين.
شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج. شفتوا كيجي ما شاء الله جا زوين كتشوفوا. جا طاب مزيان وهشيش. هذا هو الدجاج بعد ما طيبناه. شوفوا ما شاء الله يعني الريحه ديالو والشكل ديالو تيجنن ما شاء الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتردوا علينا كيش كومونتير. يعني نقرب لكم الكاميرا وشوفوا كيف جا محمر ما شاء الله. يعني غير جربوها وضمان عليا.